تعتقد أن هذا الملف أغلق يا قداسة البابا؟ مش قادر أقول أغلق تماما، لكن بيغلق شوية بشوية. طبعا القانون اللي طلع سنة 16 يعني بقى له 6 سنين من اللا قانون لوجود قانون، لازم يبقى فيه فترة انتقالية. لو خدت 10 سنين ما يجراش حاجة، صحيح في الزمن يعني صحيح. تاخد وقتك. لكن الفكر نفسه الفكر قبل ما نبتدي الحوار كنت بحكي لحضرتك، وفي افتتاح منطقة بشائر الخير في اسكندرية كان بيفتتحها السيد الرئيس، وكنت حاضر أنا، وجي افتتح كنيسة واستقبلته فيها، فبنوا 3 مدارس جنب بعض، وعملوا في طرفها من هنا مسجد وفي طرفها من هنا كنيسة، بحيث الأولاد لما تلعب في الأحواش والأفنية بتاعت المدارس دي شايفين هنا المدنة وشايفين هنا المنارة. تخيل. فلما بقول له دي يعني فكرة كويسة، قال لي احنا قصدينها، لأن دي فكرة تربوية. فكرة تربوية طبعا، لأنه كده وجدان الطفل ده هيتكون على الحاجتين، انه دي مصر فيها المدنة وفيها المنارة، هيسمع أذان وهيسمع جرس. صح. الوضع اختلف كتير يمكن أظن عما سبق باختلافات جذرية. يعني الرئيس لما جه وحضر القداس بتاع العيد في يناير 2015، أنا فاكر الرئيس كان قبلها بساعات قليلة في الكويت، نزل المطار من المطار على هنا، ودي كانت أول زيارة في نفس المكان ده اللي احنا واقفين فيه ده، قاعدين فيه ده، نفس المكان ده. وكانت مفاجأة وفرحة فائقة، لأن كانت دي أول مرة رئيس الجمهورية، رئيس مصر، يقدم التهنئة بالعام الجديد وبعيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية لجموع المصريين. مش برقيات التهنئة، مش برقيات التهنئة، لكن الحضور والإحساس إن هو رئيس مصر، رئيس كل المصريين، لكل المصريين. ولو حضرتك معرفش كنت موجود في الزيارة ولا لا، فرحة الشعب كانت فائقة يعني بصورة جميلة، واتنقلت طبعا في التلفزيون، الكل شافها. هو ده الوضع الطبيعي، هو ده الوضع الصح. الرئيس المصري هو رئيس لكل مصر بالضبط، مش رئيس لدين وطايفة وملة ومذهب، للجميع. هو ده الصح. عشان كده بقول لحضرتك تصويب أخطاء الماضي.